طيب هل التشكيل ده بقى بعد رحيل باشيكو اللي هو كان بيجهز التشكيل ده اللي يلعب بيه ماتش الترجي وتعيين كارتيرون هيتغير؟ على فكره هو الراجل كارتيرون كان بيلعب النازي يعني هو التشكيل ده ثابت بقاله فتره حتى مع كارتيرون كان ثابت يعني حتى كان عبد الله يعني بسم جمعه الله ما شاء الله باتشيكو كان بيجهز التشكيل يعني انا عايز ابص يا اسلام خلي بالك انا اقول لك على حاجه لما تيجي تمشي مدير فني انت مشيته ليه؟ عشان نتائج وحشه لا الراجل باتشيكو راجل متصدر الدوري وعامل نتائج كويسه جدا انت هتقول لي في افريقيا انت الطبيعي او ان انت اتغلبت في الترجي لكن انت كان لسه عندك امل او عندك ان انت تيجي تكسب الترجي هنا فتبقى 6 بونت او 5 او 5 بونت تقريبا فانت محتاج المكسب لكن عشان تمشيه يبقى في عدم استقرار لكن انا علي علامه استفهام ان انت رجعت الراجل اللي سابك وانت في اهم ظروف عندك ان انت بتلعب في نهائي افريقيا انت كارتيرون بصرف النظر مدير فني محترم وعلى دماغه من فوق لكن انت مشي وسابك في وقت انت كنت محتاجه فيه لما تيجي ترجعه والراجل عامل شغل كويس انت متصدر الدوري حتى يمكن انا شفت المداخلات اللي هم نجوم الزمالك اذا كان وائل الاباني وايمن عبد العزيز انت حتى اولاد ابناء الزمالك هم اضرب ناس الزمالك اللي متواجدين على طول بقول لك انت مشيته ليه يعني انت مش مشي ليه وده رجع ليه فبالتالي هم اضرب ظروفهم انا وجهه نظري هتحصل الفتره الجايه والايام بينا هتطلع حاجات كتير جدا الراجل يمكن هو بيقول انا ما جبتش الصفقات وما اتفقتش على اللعيبه اللي جت او اللعيبه اللي كلنا طلبتها ما جاتش خلي بالك نادي الزمالك عمره ما هيجيب لعيب الا ما يعرضه على المدير الفني ويفرجوا عليه وهو اللي يقول اه او لا سيبك ان المدير الفني يجي يقول لك انا ما طلبتش الصفقات ديت او انا قلت مش عاوزها لا اللي انت موافق عليها وانت طلبتها وقلت انت عاوز اللعيبه دي لكن عشان نطلع نادي الزمالك محتاج الاستقرار الفتره الجايه مش عاوز كلام كتير جدا داخل على بطوله مهمه اللي هو مباراه الترجي وبعد كده عندك مولوديه الجزائر والمباراه بتاع فريق السنغال يبقى في تركيز هيحصل تغيير ولا في التشكيل انا بتكلم على التشكيل للزمالك لا على كارتلون على هاخد منك الاجابه بعد الفاصل